السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم راح نبلش في المحاضرة الثانية من مادة كلينيكال سكيل لاب 1 اللي هي عن البروفيشناليزم. طبعا هاي المحاضرة مش من فراغ، احنا حطيناها اول محاضرة فعلية في هاي المادة لانها محاضرة جدا جدا مهمة، وعادة عادة هي الاشياء اللي بفتقدها اغلب الاخصائيين والاستشاريين وما تحتهم. فهاي المواضيع اللي رح ناخدها هون بالعادة رح نغفل عنها كثير كطلاب، وبكرة كأطباء في ناس ممكن يكونوا بيعرفوا عندهم هاي المعلومات وعندهم هاي الستاندردز، ولكن ما بهمهم يطبقوها لأسباب عديدة، ممكن أنانية، ممكن أنا ما بهمني مصلحتي الشخصية فوق كل شيء. فصراحة هاي المحاضرة جدا مهمة، وهي في المستقبل راح تفرق تفرقك أنت الدكتور الكويس اللي ماشي by the standards اللي ethical، والأشياء الثانية احنا نحكيها عن الدكتور الثاني اللي يهمه فقط مصلحته وبنظر للمرضى وكأنهم مصاري فقط. فخلونا نركز هنا ونحاول نطبق اللي بنتعلمه في المستقبل. إذن المحاضرة هي البروفيشناليزم. بروفيشناليزم راح نمشي هسه ستيب باي ستيب، نحاول نعرف شو معنى هذا التعريف، شو تعريف هذا المصطلح، وإن شاء الله في لقدام راح نعطيكم التعريف. فنيجي نشوف شوية اقتباسات. بحكي لك هون بروفيشناليزم is knowing how to do it, when to do it and doing it by Frank Tiger. بحكي لك البروفيشناليزم إنه تكون عندي المعرفة كيف بدي أطبق إجراء معين، سواء أخذ هيستوري، أعمل فيزيكال إكزامينيشن، أطلب فحوصات، أتوصل لتشخيص، أعطي دواء، أعمل تدخل جراحي، أطلب له فحص معين. فشو ما كان هذا الإشي اللي أنا بدي أسويه لازم أعرف كيف بدي أعمله. لازم أكون أعرف مثلا كيف بدي أخذ هيستوري، كيف بدي أعمل فيزيكال إكزامينيشن، كيف بدي أعمل كلينيكال بروسيجرز. ف knowing how to do it. الشغل الثاني when to do it. التوقيت عندنا في الطب جدا جدا مهم. التوقيت ممكن يكون فائق معك بين الحياة والموت. راح تشوفوا ان شاء الله لقدام وانتم بتدرسوا بنمر على المواد، خصوصا المواد اللي هي المواد السريرية اكثر، انه بيكون عندك مثلا بيقول لك within 12 hours، خلال 12 ساعة، بعد 12 ساعة بدي يفرق معي هذا الدواء معي، اعطيه خلال بداية اول 6 ساعات مثلا. على سبيل المثال مريض عنده جلطة، لا بقدر اعطيه هذا الدواء وراح يفيدني اذا اعطيته في بداية اول 6 ساعات من الجلطة، بعدين راح يبطل له كثير فاعلية. تمام. التدخل الجراحي، متى انا اجي افتح بطن المريض افوت ومتى لا، وهكذا. فالتوقيت جدا جدا مهم. لو ما فرق معي بين حياة وموت، حفرق معي بين ان المريض يعيش حياة كويسة ويرجع لحياته الطبيعية، وبين انه ممكن يصير اسبب له عاهة او اغير حياته للابد. ف knowing when to do it. اذا knowing how to do it, when to do it and doing it. رح تستغربوا بس مرات البعض الاطباء ممكن يكون عنده المعلومة وبيعرف متى لازم يسويها وكيف يسويها وكيف مثلا يطبق هذا الإجراء، لكنه في النهاية يمكن ما يسويه. ليش؟ والله إشي بيقول لك كسل، إشي بيقول لك إنه أنا ما بهمني، في عندي إشي أهم، والأسباب عديدة يعني، لكن كلها ما بتبرر إنه أنا ما أعمله. فلما بدي أحكي عن دكتور إنه بروفيشنال لازم يكون عنده قدرة، عنده يكون يعرف المعلومة وكيف بده يسوي إذا كان إجراء كيف يسويه ومتى يسويه، ولما أكون بحاجته أسويه. تمام. فهاي اول كوت عندنا. الان كوت ثاني بحكي لك professional is someone who can do his best work when he doesn't feel like it by Alistair Cook. انه الشخص البروفيشنال، الطبيب البروفيشنال، انه يقوم بعمله حتى لو هو ما لهوش نفس. انت حتى لو ما لك نفس، حتى لو كنت بتمر بظروف صعبة، حتى لو شو ما كان عندك، انت لازم تقوم، والمجتمع بتوقع منك انك تقوم بواجبك. فهاي النقطة الثانية. عندنا هنا الممثل المشهور بن أفليك. All I do really is to go to work and try to be professional, be on time and be prepared. هنا الممثل بحكي لك إنه أنا بالنسبة إلي لما البروفيشنال إني أجي على وقت الشغل ما أتأخر، وهذا جزء مهم برضو عندنا في مهنتنا، إنه لازم تكون عندك التزام بالمواعيد. فإذا أنت زلم مواعيدك مش مظبوطة، بلش من هسه زبط الوضع.
فبي اون تايم اند بي بريبيرد. وهي نقطة ممكن إلا برضو دخل في اللي حكيناها في المحاضرة الماضية في الانترو، إنه لما أنا أجي على المختبر أكون حاضر المادة النظرية عشان أستفيد، هيك أنا بكون بروفيشنال في هاي المرحلة اللي أنا فيها. طيب نروح اللي بعده. Only those who care about you can hear you when you're quiet. هاي نقطة هنا إلها جانب آخر بموضوع البروفيشناليزم، إنه أنت كطبيب متوقع منك إنه مش بس تعرف تفهم المريض بس يحكي، أنت بدك تفهم المريض بس يسكت. طب ليش سكت؟ طب ممكن أنا سألت سؤال ضايقه، عملت إشي ما عجبه، بدي أعرف أفسر هذا الإشي، بدي أترجم حركات المريض وردات فعله كاملة. فطبعا هذا نابع من إيش؟ نابع إنه أنا لازم أكون مهتم بمريضي. هاي نقطة ممكن تكون بسيطة وجدا مفهومة بالنسبة لكم، لكنها فعلا لقدام رح تشوف انه الواقع بحكي اشي ثاني. ممكن ناس بعض الزملاء للأسف ممكن يكون بالنسبة له المريض هو مجرد انا اجي افحصه اقدم له الخدمة اخذ مردودي وانتهى، او مثلا هو عبارة عن شغل وبدي اشيل عن وجهي. لا، انا لازم اهتم بمريض، لازم يعني I should care for my patient. تمام؟ وجزء من هذا الكيرينج انه اعرف اهتم المريض لما يجيني، لا انه حتى بس يسكت بدي اكون عارف ليش المريض سكت، هل في سبب وراء سكوته وهكذا. نكمل مع بعض. هنا by Robert Noyce: if ethics are poor at the top the behavior copied down through the organization. يعني اذا كان في عندنا ethics هذا كله حينعكس على تعاملي في مع سواء مع مرضى او مع اطباء او مع مين ما كان. طيب ماشي. طب هون احنا الدكتور بيحكي لنا بدل ما انا اسال حالي شو هو البروفيشناليزم او شو هو مين هو البروفيشنال دكتور، خلينا نجيها بالعكس. ايش هي التصرفات اللي ممكن تخليني احكم على طبيب او طبيبه انهم ان بروفيشنال؟ هون بيحكي لك واحد منها rude and impolite، يكون عنده وقاحة مش مؤدب مع المرضى أو مع زملائه أو الأقل منه أو الأعلى منه. poor communication and consultation skills، زي ما حكينا الcommunication والconsultation they are skills. فإذا ممكن الدكتور يكون دكتور وواصل ومخلص اختصاص عالي لكنه عنده الconsultation skills والcommunication skills poor، فهاي هيك أنا الدكتور ممكن أعتبره unprofessional. doesn't care about the patient, not patient centered. هم نركز الموضوع شو يعني patient centered. يعني أنا باختصار لازم يكون أنا كل تعاملي مع يعني وكل اهتمامي وكل وقت لما يكون مريض عندي هو حول المريض. وإحنا يجي لقدام كيف تكون patient centered. بس الفكرة جزء منه ال unprofessional doctor does not care about the patient. هو مش هامه المريض. هو بس بيجي المريض بده يعطيه اللي عنده وان كان حتى مش الاجراء الصح او مش التعامل الصح، ما بهمه، المهم بس تعال واخلص شيل عن وجهك. فهذا unprofessional doctor. نكمل. doesn't wash his or her hands. الهايجين عندنا في مهنتنا جدا جدا مهم. طب انا كل المريض جايني عشان انا اساعده يتحسن، طب اذا انا الهايجين تبعي مش كويس، يعني اذا انا مش داير بالي من نقطه الهايجين خصوصا الهاند هايجين، أنا بعطي يعني تصور خاطئ ومش صح وممكن حتى أضر المريض. فهي نقطة. doesn't have the knowledge and skills to carry out his job. ركزولي معي إنه knowledge إشي والسكيلز إشي ثاني زي ما حكينا. فأساساً وهي يعني هاي النقطة جدا مهمة إنه أنا لازم يكون عندي knowledge، لازم يكون عندي السكيلز، فإذا ما كانت موجودة عندي فأنا أكيد I'm professional doctor. doesn't examine the patient. هاي نقطة راح تشوفوها كثير في للأسف عندنا في النظام الطبي. كثير بتشوف بتكون فايت على دكتور، شو مالك؟ عندي كذا 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 كذا، خلاص هاي دواء يلا، أو مثلا يلا صور وتعالي. لا، خطأ. لازم تفحص المريض. وزي ما حكينا ليش بفحص المريض؟ عشان أطلب findings. طب أعطيكم معلومة، هل تعلم إنه الهيستوري والفيزيكال لحالهم ممكن يوصلوني في 90% من الحالات يوصلوني لتشخيص؟ اذا مش طبعا غالبا انا بدك تعرف إن انت مش مطلوب انك توصل لتشخيص، مطلوب عندك شيء اسمه differential diagnosis، مش diagnosis تشخيص الشخص او المريض. differential diagnosis معناته انا عندي اكثر من تشخيص في بالي، بالعاده بيكونوا 2 لـ3. ففي العاده الهيستوري والفيزيكال في 90% من الحالات بيوصلوني ل differential diagnosis، خلاص انا في عندي ثلاث
تشخيصات محتملة في بالي. الآن ممكن أطلب بعدها فحوصات، فحوصات مخبرية أو صور اللي تعطيني يلا هاي طلع مش هذا، معناته أنا ضل عندي اثنين وبدي أأكد الموضوع، وفي عندي فحوصات بتأكد لي إنه والله هاي هي المشكلة. زي ما حكينا المرة الماضية ما في مرض بنحلف عليه. إذن ف does not examine the patient makes you unprofessional doctor. Unethical in his or her conduct. انتو هسا غالبا في السنة الأولى عندنا في الهاشمية ممكن بتاخذ مادة الإثكس وانتو بتشوفوها صف حكي كلياته كلام تنظير، لكن الواقع جدا يعني هي من المجالات اللي كثير يعني الدكاترة بتجاهلوها، وهي للأسف يعني في المستقبل ممكن تكون انت متمكن ومتميز في تخصصك، ولكن بتظل هاي عليك نقطة انه والله هو مثلا دكتور انا يعني ما بتعامل بأخلاقية مع المريض، وهذا اشي سيء وبترتب عليه لقدام انت نفسك رح تتحاسب في يعني يوم القيامة رح تتحاسب على تعاملك واخلاقك مع المريض. فموضوع الإثكس يعني جزء للأسف كثير ناس بغضوا عنه الطرف. فان إثيكال 100% makes you unprofessional. وأخيرا breaks the law. أنت في قوانين بتشتغل عليها، في قوانين بتمشي عليها، فأنت لازم تلتزم فيها. إذا ما التزمت فيها تعتبر تكون unprofessional. هاي نقاط جمعنا إياها الدكتور، ممكن تعبر عن unprofessional doctor، في غيرها كثير طبعا، لكن خليها هي أمثلة فقط. Ethos of the course. شو هي الايم، شو أهدافنا من هذا الكورس، أهداف الدكاترة اللي بعطوكم إياها. We want to develop you to become doctors who are competent, caring and professional. Competent كفو، تكون طبيب كفو. Caring and professional، تهتم بمريضك، يكون لك اهتمام and professional. برضو حكينا competent، لازم تكون competent في الconsultation, examination, procedure skills اللي هي clinical skills. وshow care مرة ثانية، care for the patient، وتكون patient centered، يعني نحكي شيء يعني patient centered وprofessionalism. طيب الآن نسأل حالنا أنا ليش لازم to show care، أو إحنا مصطلح المتعارف عليه empathy، ليش لازم نبين اهتمامنا وتعاطفنا مع المريض. بحكي لك تعال، طبعا كل هاي النقاط اللي هون هي مبنية على دراسات. واحد builds the doctor patient relationship، انت في عندك علاقة بتجمع المريض والطبيب، هاي العلاقة لازم انت تبنيها من الصفر عشان يصير في trust، ثقة بينك وبين المريض، والمريض يكون متساعد معك اكثر، سواء انه يعطيك المعلومة اللي بدك اياها او اذا انت نصحته بعلاج او management معينة يلتزم باللي انت تحكيه. فانت لازم to build this. فواحدة من الاشياء اللي بتبني هاي العلاقة بينك وبين المريض هي التعاطفك مع المريض. increase patient satisfaction of the consultation، المريض بيطلع راضي من عندك. طبعا هذا العوائل يعني طبعا في المستقبل مثلا انه مش ممكن هذا المريض حتى لو انت ممكن قصرت معه ممكن شوية ممكن يعني يكون شوي متسامح معك، في المستقبل رح يوصي الناس الثانية فيك انت، فانت برضو مستفيد من هذا الاشي. نقطة مهمة انه انت بتحمي نفسك كمان، يعني انت هيك بتحمي نفسك بهاي الطريقة، لما يشوفك المريض انه انا جد مهتم بمريضي وبدي اياه يصير احسن وبدي اياه يكون كويس. Disclosure of more relevant information by the patient. 100% disclosure يعني في مرات معلومات هسه المريض هو بالنهاية هو ما فات كلية الطب وفهم، هو ما بيعرف ايش المعلومة اللي بتهمك والمعلومة اللي ما بتهمك، في معلومات ممكن حتى تكون شوي حساسة ما بيقدر المريض يحكيها وهي كثير جدا جدا بتهمك. ناخذ مثال، مريض اجى عندي بيشكي من مثلا عم بيراجع دم. لما بيراجع الدم بالعادة انا واحدة من الاسباب المشهورة الناس اللي تتعاطى الكحوليات، فممكن المريض يكون مستحي ما يحكي لك انه هو بتعاطى هذا الاشي، او ممكن امراض الكبد كمان لها علاقة في تعاطي الكحول، فممكن المريض يكون يعني موضوع ان البني ادم ممكن بتعاطى هذا الاشي مش اشي سهل يعترف فيه، فاذا هو ما كان عنده ثقة وما حس انه الدكتور جد بتهمه حالته ما يحكي لك هاي المعلومة اللي جدا انت بتهمك وحتغير انت تفكيرك لوين. فهاي مثل فهاي انه المريض بيكون بعطيك معلومات اكثر، part of being human. انت بالاخير انت قبل ما تكون طبيب انت انسان، وهي النقطة يعني بسم الله نسمعها بحكي لها تسمعوها كثير، بس فعلا انت اتذكر قبل ما انا ان شاء الله اصير طبيب وطبيب ناجح انا في البداية كنت انسان ولازم اتعاطف مع الشخص اللي قبالي مين ما كان. can be a learned skill not a personality trait. نقطة مهمة انه
ممكن الناس تفكر انه هذا جزء من شخصيتك، انه انت انسان بتتعاطف مع غيرك، تهتم باللي قدامك كله. لا، لكنه هون بحكي لنا انه لا، ممكن هذا الاشي حتى لو انا كنت بطبيعتي مش انسان كثير بهتم، ممكن مع ممكن يعني شوي شوي اقدر اتعلم هذا الاشي، لان هي تعتبر سكيل عندنا هون، مش هي الطبيعه تريت فينا. فهاي بعض الاسباب ليش لازم نهتم بمرضانا. طيب كيف انا ببين لمريضي انه انا مهتم فيه؟ واحد، attentive listening، ابين انه انا بكون فعلا جد بستمع للمريض، مش بسمعه بستمع له. طيب كيف يعني بستمع له؟ لما تكون انت قاعد مع صاحبك او انت قاعده مع صاحبتك وقاعد بتسولف بسلافه لحالك، احتعرف اذا اللي قدامك جد منتبه ولا لا. واحد، الاي كونتاكت، وانت بتحكي معه بتفرج عليك، مرات nodding with his head انه بقولك اه مزبوط، هاي اه مزبوط، بتبين انه هو جد مهتم. لما تكمل السلافة عنده القدرة يرجع يحكي لك انه والله انت لخص لك اللي انت حكيته، وهاي نقطة راح نجيها لقدام. لازم تكون عندك الطبيب انه انت عندك قدرة تلخص اللي حكى المريض. طبعا كيف بدي اقدر الخص شو حكى المريض اذا انا ما انتبهت شو اصلا حكى، اذا انا ما استمعت له؟ فاول نقطة attentive listening. اثنين، exploring patient's thoughts and feeling، بدي احاول افهم المريض شو بحس حاليا، شو المريض بفكر. واحنا نعرف كمان ان شاء الله لقدام في الهيستوري، في نهاية الهيستوري تحت بدي انا اشوف شو رأي المريض في حالته. طبعا هون ممكن عندنا في البلد ممكن تقول للمريض والله تخيل انت تيجي تاخذ سيرة من المريضين للمريض وتقول له والله شو بتتوقع يكون عندك؟ ممكن يقول لك ايه شو هذا الدكتور مش كويس مش شاطر. فلا، هو في القائل يعني المفروض في الهيستوري مرات المريض بيساعدك. مرات المريض حتى وجدوا في دراسه انه 9% من الحالات وجدوا انه المريض لما الدكتور يسال المريض شو بتفكر اللي عندك، ساعد الدكتور في التشخيص. مرات انت في النهايه انت بشر، ممكن في اشياء ما تخطر لك. تمام، اذا نكمل. Picking up cues, verbal and non-verbal، اللي هي حكينا أي هي إشارات بتيجي من المريض، سواء في كلامه أو سواء في لغة جسده أو سواء هيك حركة عملها، تعابير وجهه وغيره. هاي اسمها pick، اللي اسمها cues، فلازم أنا أنتبه لها. Picking up وكأنها هي إشي هيك فجأة صار قدامي، تمام، وأنت إجيت قلت له pick up، انتبهت لها، إنه غيرك ممكن ما ينتبه لها. Use of our language, using empathetic statements، إنه على سبيل المثال من أكثر الأشياء اللي بيمتحنوكم فيها موضوع من ناحية الامباثي، إنه تخيل مثلا تكون قاعد بتاخذ هيستوري من مريض وسألته مثلا هل في عندكم أمراض في العيلة؟ بيقول لك والله لا. بتقول له طيب مثلا والدتك بتعاني من أمراض؟ بتقول له والله، بقول لك والله والدتي توفت. إذا أنت صفنت زي هيك بتكون أخذت صفر في هاي، يعني بتكون في علامة على الإمباثي بتكون صفرتها. لا، أنت لازم تقول لك توفى، تقول والله مثلا الله يرحمها. أوكي، هاي واحدة من الأشياء المشهورة اللي بتصير الطلاب بغلطوا فيها، إنه لما يجي يحكي لك والله مثلا أو أبوي مريض، أو أبوي مثلا على يعني قاعد شوي بيودع، ممكن هيك يعبر لك المريض. بدك تكون تبين إنه أنت جد إنه يعني حسيت في المريض، في شعور المريض. Recognizing something is difficult. The patient is upset or angry and seeing it from patient's perspective. هاي نقطة مهمة. إن شاء الله بكرة بس تفوت على المستشفيات ممكن المريض يجيك معصب، ممكن يكون متضايق، فأنت لازم تحتوي للمريض. ما بيصير تأخذ الموضوع كأنه جاي يتطاوش معك شخص لشخصك. المريض جاي هو مش عارف شو ماله، خايف، ممكن يكون عنده ناس بعيلهم أو هو مسؤول عن الناس، فهو باله في أشياء ثانية. ضروري تراعي هاي النقطة. أوكي، وتحتوي المريض، وانك مرات لك تحط حالك في مكان المريض. هاي بالضبط تعريف الامباثي. شو يعني امباثي؟ احط نفسي مكان المريض وكاني انا مكان المريض واشوف شو راح اتصرف ساعتها. هيك انا بقدر احتوي يعني اكون شوي متسامح اكثر مع المريض واتحمله. Physical touch where culturally appropriate. مرات طبعا وجدت دراسات كثير انه مرات حتى هيك التلامس الخفيف بينك وبين المريض ممكن له اثر كويس. يعني مثلا انا قاعد بحكي مع المريض، جايني مريض وكذا كذا بشكي، حطيت ايدك هيك على كتفه وحكيت له والله معلش وان شاء الله رح تصير احسن. هاي الحركه لها اثر كبير. طبعا where culturally appropriate، طبعا هون مثلا عندنا في مجتمعنا ما بصير تيجيك مريضه وتروح انت حاط ايدك عليها، ما بزبط. فراعي هاي النقطة. إذا هيك احنا حكينا بعض الأشياء اللي منبين من خلال الامباثي. طيب الآن نحكي، حكينا patient centered، إنه لازم أكون
كل اهتمامي وكل تعاملي هو بتمحور حوالين المريض، مش بتمحور حواليني أنا. للأسف أغلب أو مش نحكي أغلب، ما بدنا نظلم، في نسبة من الدكاترة بيجي المريض بصير الدكتور بده المعلومات، خاص بده يحصل المعلومات اللي بتهمه هو، ما بهمه المريض شو يحكي، بيجيك المريض وكأنه بحس حاله فايت على تحقيق، مش فايت إنه يشوف طبيب. فهذا الحكي ما بزبط، لازم أكون أنا كل اهتمامي حوالين المريض. نشوف كيف. In our clinical settings, seating arrangements with no interruptions. لما يجينا المريض، طبعا هاي النقطة ممكن ما أقدر أتعامل، يعني أقدر أضبطها، ولكن بالعادي يفضل إنه لما يكون يجي المريض هون أنا مثلا جالس على نفس المستوى وقاعد قبالي المريض، راح نشوف هسه كيف، مش أحس إنه في بناتنا مكتب وأنا هون معلق شهاداتي وكرسي أعلى من كرسي وهو بيحكي معي قاعد بتفرج على الجهاز مثلا الحاسوب القدامي. فيعني هاي النقطة بتفرق معنا، إنه كأني أنا مش مهتم، أنت بس يلا تعال خذ المعلومات منه وتقول له خلاص بنشوف، ما بزبط. In our communication and consultation start being patient centered، راح نشوف كيف. In our examination informed consent and chaperone offered. في نقطة نسيت أحكيها، هل تعلم إنه أنت البروفيشناليزم، موضوع البروفيشناليزم النقاط اللي هاي بنحكي عنها كل واحدة فيهم عليها علامة، المفروض بكرة تمتحن في الأوسكي أو بدك تقدم امتحانات لبرا، كل واحدة سواء هون حكينا informed consent يعني آخذ موافقة المريض أشرح له شو راح أسوي، سواء history سواء physical سواء clinical procedure آخذ منه الموافقة، هاي عليها علامة. offer chaperone إنه إذا كان في قدامي مثلا أنا دكتور أجتني مريضة لازم أسألها بتحب يكون معك موافق، خصوصا وقت الفيزيكال اكزامينيشن بدي أحط إيدي على المريض لازم يكون أعرض على المريضة إنه يكون في معها مرافق. offer chaperone عليها علامة، الكونسنت عليها علامة، الهاند ووش عليها علامة، فكل واحدة فيهم عليها علامة. بينما الهيستوري ممكن أجزاء الهيستوري مقسمة، ممكن نلاقي أنا مثلا ما أجي أحكي عن الهيستوري أوف بين، بدي أجي أحكي عن مريض عنده وجع، كل طبعا في بس أدوس 5-6 أسئلة كلها عليها علامة، بينما الهاند ووش لحالها علامة، الكونسنت لحالها علامة. فمتخيلين قديش أهمية الموضوع. طيب ليش والمشكلة إنه الطلاب بيروح بفللوا الهيستوري والفيزيكال وبيخسروا علامات هون، فممكن ننساها، مرات ما أكون قاصد بس ممكن أنسى أحكي. طيب اذا informed consent حكينا، offer chaperone اللي هو مرافق، continuing to work for our patient completing task and not give up، انه انا مش يعني انا ما خلاص انا علي مهمه بدي اكملها، ما بدي اترك شغلي هيك بالنص، لا لازم اكمل. هاي هي يعني النقاط اللي تخلينا patient centered. نشوف هنا مثلا، نشوف هون كيف عندنا عينتين. عندنا أول شيء هنا دكتور جالس مع المريضة مقابل إلها، ما في بيناتهم مكتب، قاعد بحكي مع المريضة good eye contact وبشرح لها قاعد الحالة بالضبط. وهي نقطة مهمة، لازم أنا المريض يعرف شو ماله، ما بصير إنه خلاص يجي يلا تعال خذ هاي الدواء روح، لازم أفهمه أنت عندك هيك هيك هيك، بدنا نعمل كذا، ابعد عن هيك، لازم تشرح للمريض. بينما ويعني شوي هون الانفايرومنت كثير مريحة وبتخلي المريض جد يحس حاله انه انا الدكتور قاعد بيهتم فيه. النقطة هون تعال نشوف اللي هو العيادة هون. اول اشي الدكتور قاعد على كرسي اعلى من المريض، فهاي واحد. اثنين في عندك مكتب بالنص، يعني حاس وكأنه عامل فصل بين المريض وبين الدكتور. شوفوا كم شهادة الدكتور ما شاء الله معلق كل شهاداته، وكأنه كل هون السيتنج اللي هو فيه بتمحور حوالين الدكتور اكثر من انه المريض. هاي نقطة ضروري ننتبه منها وفعلا بتعمل فرق. طيب طيب الان بقولنا ليش، طيب patient centered ليش انا لازم يكون تعاملي مع المريض حوالي يعني كل اهتمامي حول المريض. اول اشي improve patient satisfaction زي ما حكينا قبل، انه بحسن المريض يعني المريض تجربة المريض بتكون يعني بيطلع من عندي راضي. هاي دكتور patient centered behavior. المريض لما انا زي ما حكينا قبل، لما اكون انا كل اهتمامي في المريض، المريض رح يكون عنده ثقة فيه، بالتالي لما اوصف له الدواء يظل ملتزم في الدواء. مش يعني اني صرفت الدواء للمريض معناته المريض رح يلتزم فيه، لا، في عوامل كثيرة ممكن تخلي المريض ما يلتزم، لكن لما اكون انا مبين قديش انا مهتم في المريض، المريض رح يكون في ثقة انه والله لازم ارد على الدكتور وامشي في الدواء والتزم فيه.
حتى هاي طبعا نقطة بتضحك، انه طبعا لما المريض يحس انه مهتم فيه، لما المريض ما اكون مهتم فيه برفع له ضغطه، ضغط الدم عنده بيرتفع، شيء طبيعي يعني. اقول لك انه انا ليش جاي هون وجاي بس بيعاملني هيك بفوقية او بدون اهتمام، فهي النقطة. كمان حكينا مش في عنا اشارات كيوز، خصوصا الايموشنال كيوز، سواء ممكن المريض هو قاعد وبلش يحكي ممكن يدمع، فانا اذا ما انتبهت لهي النقطه بده حنصير حيزيد عندي وقت الكونسلتيشن، بدي اضل اشرح واعرف شو ماله. والله المريض طلع زعلان مش راضي يحكي لي، لكن اذا انتبهت على المريض انه والله حسيت المريض تغير، هو ممكن اركز خلاص حسيته هون هاي النقطه ضربت عنده وتر حساس، لا باجي بدي احاول مثلا اتراجع اذا كنت غلطت، او انه استكشف الموضوع اكثر. فاذا انا ما انتبهت لهاي النقاط الاشارات راح يزيد عندي وقت الكونسلتيشن وهو اثر سيء علي وعلى المريض. هون حكينا هاي النقطة اللي حكيناها آخر نقطة، إنه مرات المريض لما يعطيني فكرة في 9% من الحالات في دراسة عملت الدكتور ساعدته هاي النقطة، يعني رأي المريض ساعده في إنه يوصل للتشخيص. تمام. طب إيش هي في تعاملنا مع المريض، إيش هي بالضبط الأشياء اللي بنحب نركز عليها من ناحية البروفيشناليزم؟ How to approach the patient، كيف أنا أقرب على المريض، أكون patient centered، البروفيشناليزم in dress and manner. أنت كطبيب يعني لا يقبل ولا يتوقع حتى عندنا في المجتمع إنه يكون طبيب جايني جينز ولابس البلوزة ومش عارف شو عامل، يعني منظر مش منظر طبيب. الطبيب المفروض يكون لبسه يعبر عن وظيفته، وفعلا بفرق ردة فعل المريض إلك. بكرة أنت بتيجي تتعامل مثلا تقول للمريض والله في مجال أفحصك أو أخذ منك سيرة مرضية، لو إجا انتبه لك وشافك هيك مش كثير فورمال راح يقول لك لا ما بدي، شو هذا الدكتور، كيف شوف أصلا كيف لابس. فهاي نقطة بتفرق. والشغل الثاني المانر، وهاي نقطة مهمة، اللي هي أخلاقك برضو لازم تكون أخلاق طبيب مش أخلاق واحد أبصر من وين جاي. تمام. وحكينا developing empathy and care for patients، نطلب نسأل المريض إذا بده مرافق. لما أسأل المريض في أسئلة مواضيع حساسة لازم أكون منتبه في طريقة معينة، مش أجي أنط أسأل فجأة هيك أفاجئ المريض. تمام. teamwork makes the dream work، ونتبع اللي هو نكون الإثكس والأخلاقيات المفروض إنه نكون إحنا ملتزمين فيها، ولو ما حد التزم فيها في الدنيا فهذا لا يعني انه عدم التزامهم هو الصح، لا الصح صح ولو ما حدا عمله، والغلط غلط ولو الكل عمله. واخيرا نلتزم بالقوانين، في قوانين بتحكم شغلي بدي التزم فيها، لان هون في عندنا قسم ابوقراط او هيبوكراتيز اوث. بشكل عام نركز على الاشياء المهمه فيه، ان شاء الله بتفسيروا بكره سنه ثالثه وبتقسموه في الوايت كوت سيرموني. اول شغله دو نو هارم، انت كمطعن هاي اغلبها مرت عليكم في ماده الاثكس، دو نو هارم، اذا انا ما بدي افيد المريض فانا لا يجب اذيه باي حال من الاحوال. فاول نقطه دو نو هارم. اثنين لايف از سيكرت، الحياه لها قدسيه، وهي حتى عندنا في الدين حياه الانسان لها قدسيه عندنا، فمن هنا الابورشن از ان ايثيكال. لو كل الناس لو شو ما تغيرت القوانين abortion is unethical، هو الإجهاض ما بيصير ما بيصير توفر للمريض طريقة يقدر يجهض فيها إلا في حالة واحدة إذا كان في خطر على حياة المريضة. اللي بعدها do good، إنك تعمل خير مع المرضى أكيد. وأخيرا maintain patients confidentiality، هاي نقطة جدا جدا مهمة ولازم تحكيها لما تفحص قبل ما تبلش مع المريض، انه انا اي شيء بتحكيه هو سر بيني وبينك وما بيصير يطلع او حدا يعرف عنه الا بموافقتك انت. طبعا اذا كان طبيب بدك تساله عن حاله ممكن بهاي يعني بتفاصيل معينه ممكن تستعين بغيرك، ولكن ما بيصير مثلا اجاني مريض بشكي من حاله معينه وهو حكى لك انه ما بدي حدا يعرف. تمام. ما بيصير اذا اجا مثلا اجاك اهله قال لك ايش ماله، انت والمفروض ما تحكي لهم الا اذا المريض وافق. ف what happens in the clinic stays in the clinic، ما بيصير انه افشي اسرار المريض بدون اي سبب، وبدون اي سبب طبعا معتبر، والاسباب المعتبره بتعرفوها بعدين.
الميديكال إثكس حكينا أنتوا غالبا راح تاخذوها الميديكال إثكس، بس نيجي نعرف شو هو الميديكال إثكس بشكل عام. زي ما أنتوا شايفين القميص لونه تغير، والسبب إنه للأسف صارت في مشكلة في الفيديو وآخر جزء منه انحذف، فاضطرينا نرجع نصور تكملة المحاضرة في يوم ثاني. فخلونا نكمل. إذا وصلنا إحنا عند الميديكال إثيكس، أنتوا طبعا بتأخذوا مادة كاملة عن الإثيكس والأخلاقيات، تمام؟ لكن خلينا نحكي عن نقاط بتهمني أنا في الكلينيكال سكيلز. أول إشي أنا نقطة، أول نقطة بتهمني اللي هي البيشنت أوتونومي. شو يعني البيشنت أوتونومي؟ يعني إنه البيشنت أو المريض له كامل الحرية وله الحق في إنه يحدد إيش العلاج اللي بده إياه، هل هو أصلاً حابب يتعالج ولا لا، من حقه إنه يرفض العلاج. فالفكرة إنه من حق المريض هو يحدد إيش المانجمنت اللي يعني المانجمنت اللي تتوفر له إذا هو حاب يستقبلها أو لا، بعد ما تنعرض عليه طرق العلاج أو طرق المانجمنت المحتملة هو بيختار، بعد ما إحنا نوضح له شو فوائد كل طريقة وشو مضارها. فهاي هي البيشنت اوتونومي. طبعا هاي التعريف مهمه وبتيجي في الامتحان، فضروري نكون عارفينها. اذا بيشنت اوتونومي، بيشنت تشويس. الشغله الثانيه البيشنت كونفيدنشياليتي، صرنا حكينا عنها كثير، اللي هي انه احافظ على سر المريض ما اطلعه لبرا. طيب هون بيدخل معنا، طبعا هون بيدخل معنا موضوع انه اقارب المريض. لسان الحال عندنا في الاردن بيحكي انه اغلب المرضى بيجي سواء ذكر او انثى، بتيجي مع بيجي الابو الام الاخو الاخت الزوجه الابناء ما الى ذلك. طيب انا كيف بيكون تعاملي كطبيب مع هؤلاء الناس؟ تعاملي معهم انه مثل ما حكينا ما بوصلهم اي معلومه بتخص المريض الا بموافقه المريض. لو هم عرضوا انهم يعطوني معلومات بتخص المريض، المريض ما اعطاني اياها، فانا هنا بحكي لهم انه اوكي انا بسمع لكم. طبعا هذا الكلام في ماكلاود، انا هذا الكلام اللي هم المعارف بدهم يعطوني معلومات بسمع لكم اوكي، ولكن اي معلومه بتجيني من اقارب المريض او معارفه فانا لازم ارجع واناقشها مع المريض اوكي. واخيرا طبعا لازم كمان الكونسنت، وبالذات في الفيزيكال اكزامينيشن جدا مهمه، اللي هي اطلب موافقه المريض قبل ان اقوم باي اجراء. لو بدي افحص بطنه، لو بدي افحص صدره، لو بدي اعمل كلينيكال بروسيجر معين لازم اطلب موافقه المريض. بعدين في عندنا اللي هو البينيفيسنس. شو يعني بينيفيسنس؟ معناه انه انا اقوم بالشيء اللي هو في مصلحه المريض وفي فائدته، هاي اللي هي البينيفيسنس. عكس او يعني برضو معها اللي هو نون مانيفيسنس. هذول مبدئين اساسيات في الإثيكس عنا. طبعا نون مانيفيسنس معناه دو نو هارم، انه انا يا بقدم اشي يفيد المريض ويستفيد منه ويتحسن المريض، او اذا انا عجزت اني اقدم اشي يحس المريض يتحسن من خلاله فانا ما بضر المريض، ما بعمل اشي ممكن يضر المريض وما يفيده. فانا اذا ما قدرت اقدم منفعه فانا ما بضر. فهذول هي البينيفيسنس والنون مانيفيسنس. واخيرا الجستس، وهي العداله، انه انا لازم اوفر خدمه بنفس الجوده لكل مرضاي بغض النظر شو تعامل المريض معي، شوفك افكاري انا عن المريض اوكي. ما بصير اسمح لاحكامي المسبقه تتدخل في الخدمه اللي بدي اقدمها. هذول هم الميديكال إثيكس. الان في عندنا شيء اسمه الفور جيتس موديل. شو يعني الفور جيتس موديل؟ يعني انه انا قبل ما اروح بدي اتعامل مع يعني خلال مسيرتي ان شاء الله الطبيه، ففي مجموعه من المستويات والناس اللي انا بدي اتعامل معهم او الاشياء اللي انا بتعامل معها. اول شغله انه انا بتعامل في شو علاقتي بنفسي بحد ذاتي. هاي بتحتوي على نقطتين اللي هي السلف اويرنس والسلف مانجمنت. السلف اويرنس انه انا اكون عندي دراية بنفسي، قارئ نفسي كويس، دارسها دراسه، بعرف ايش نقاط القوه عندي ايش نقاط الضعف. في بعض الناس نقاط القوه عندهم مثلا الامباثي، انه بطبيعته انسان متعاطف. وفي ناس مثلا على في نفس الوقت ممكن من ناحية ثانية ممكن ناس تكون عندهم المشاكل اللي هي نقاط الضعف عندهم، مثلا انه بيعصب بسرعة او انه مثلا تعامله فورمال مع الناس، تمام؟ فهاي ان اكون انا عارف عندي دراية بنفسي واقدر افصل العلاقات الشخصية وعن الشغل، عن شغلي وعن تعاملي مع المرضى. العلاقات الشخصية اشي، وال
الشغل شيء ثاني، ضروري اقدر افصل بينهم. فهي when dealing with self. الشغل الثاني dealing with tasks. dealing with tasks برضو بيحتوي على نقطتين، انا كطبيب مطلوب مني مهام انفذها في المستقبل، فعليا انا مطلوب مني اعمل مثلا اشوف فحوصات فلان، اروح اخذ هيستوري من شخص ثاني، اروح مثلا اقوم بتدخل جراحي هون، بيكون انا عندي مجموعه مهام. عند لما اكون بدي اتعامل مع هاي المهام، فاول شيء لازم اكون عندي اكون كومبتنت، ماهر في هاي المهام ومتمكن منها. برضو لازم اكون عندي التزام باني اضل اطور من مهاراتي ومن نفسي. والشغله الثانيه اللي هو reflective practice، انه انا في انه في النهايه انا كل تجربه بمر فيها، فلازم انا اروح واتعلم منها درسي، الشيء اللي كويس اثبت عليه، والشيء الخطا الشيء اللي اخطات فيه اتعلم منه لحتى اضل مستواي يعني ارتقي وارتقي في تعاملي وفي ممارستي للطب. الشغلة اللي بعديها اللي هي dealing with others، أنا بتعامل مع ناس مختلف الناس، من مرضى، من زملاء، من طلاب، أوكي. فأنا لازم أكون تعامل معهم أتعامل باحترام. والمرة الثانية نرجع نأكد على confidentiality، ضروري جدا جدا إنه أحافظ على سر المريض. سر المريض هو إشي مقدس جدا عنا، ولا يجوز تحت أي حال من الأحوال إنه أنا أكشف سر هذا المريض إلا بدواعي محددة جدا، يعني دواعي قانونية حد يعني حتى نكون مفصلين. وأخيرا في النهاية تكون إحنا في عنا مراقبة شخصية لنفسي، أنا في النهاية مراقب من الله سبحانه وتعالى، فأظل أنا تكون هاي الأشياء وتعاملي الكويس والمبادئ اللي أمشي عليها تكون مش لأنه أنا مجبور عليها، لا، تكون أنا مقتنع فيها من نفسي، بالتالي أنا أظل أحاسب نفسي، أنا أظل متابع مع نفسي، إذا أخطأت أنا أصلح نفسي وأنا أحاسب نفسي، أوكي؟ فمش ضروري أستنى حتى يجيني العقوبة من برا عشان أنا أتغير، لا، أنا بظل أحاسب نفسي أول بأول. إذن self accountability و self motivation في النهاية إنه إحنا الموضوع يتخطى مجرد فائدة مادية أو سمعة بين الناس، في النهاية ممكن أنا النية بتغير، ممكن كل مسيرتي هاي تكون في ميزان حسناتي، إن شاء الله بتكون في ميزان حسناتنا جميعا. فهاي هي الـ Four Gates Model. في النهاية وصلنا لتعريف الـ Professionalism اللي هو a set of values, behaviors, relationships that underpins the trust public has in doctors. إذن هي مجموعة من القيم والتصرفات والعلاقات اللي بتعبر عن شو المجتمع العام بتوقع منا كأطباء، إحنا يكون تعاملنا، وزائد بتعبر عن ثقتهم فينا، وثقوا فينا وسلمونا في أغلى إشي بيملكوا في هاي الحياة اللي هي حياتهم وصحتهم وخصوصياتهم، لأنهم هم يعني بتوقعوا منا مستوى معين من التعامل اللي هو البروفيشنال. طبعا هذا بيحتوي على ايش؟ بيندرج تحتي اكسبرتيز، نكون احنا ماهرين ومتمكنين، عندنا النوليدج المعرفه والسكيلز المهاره، نتبع الستاندردز اللي احنا بنمشي عليها في شغلنا، وهي الستاندردز ضل متغير فاحنا نضل اب تو ديت معها. ريسبكتابيليتي، نكون احنا في احترام من ناحيه المظهر، في عنا هيبه ووقار بتناسب وظيفتنا، ويكون في عندنا مسؤولية ويعتمد علينا، يعني يقدر يعرف أنه أنا بقدر أعتمد على على الطبيب وهو إنسان مسؤول، أوكي؟ طب كيف تتجلى هاي المسؤولية؟ من خلال أنه نقدس الوقت، نكون أنه حفاظ على وقتنا وقت المريض، والمهام اللي نطلب منا نقوم فيها على أكمل وجه. بروبيتي، أن نكون أناس صالحين، يعني جميع معاني الصلاح من أن نكون كويسين، صادقين، أمينين، وتعامل راقي ومحترم، وتقبل الغير. وأخيرا يكون في عنا احترام لمرضانا ونلتزم بالقوانين، لأنه في النهاية إحنا في قوانين برضو في الشغل بتحكمنا، وإذا خلفنا القوانين بنتعرض للمساءلة، أوكي؟ إذن في النهاية في عنا هاي الـ elements of professionalism. أول إشي be the best، إحنا بنحاول نلتقي ونكون أفضل ما نكون أحسن ناس في مجالاتنا المختلفة، طول ما هي المنافسة بمنافسة شريفة، وأنا بطلع بإذن الله بتوفيق رب العالمين وبمجهودي وتعبي بدون ما أحبط غيري أو أطلع على ظهر الناس الثانية أو أضغي عشان أنا أطلع
هاي هيك المنافسة الشريفة، ويعني كل إنسان على قد تعبه. اثنين، بي ديبندبل، نكون احنا ناس يعتمد علينا، ممكن احنا زملائنا والقطاع الطبي يعتمد علينا ويكون في ثقة بيناتنا، تراست. بي تيم بلاير، وهذا اشي صدقا مش سهل، انه نقدر نكون العمل، موضوع العمل الجماعي، العمل الجماعي بتضمن يكون في عندك تواضع، يكون في عندك تسامح، يكون في عندك تقبل لأخطاء غيرك، تقبل للنصح، تمام، ويكون عندك اللي هو عندك القدرة، انك عندك القدرة واستعداد انك تعلم زملائك، تمام. فهاي نقطة مهمة جدا، التيم بلاير، ومش اي واحد ممكن يكون تكون موجودة عنده. وبعديها بي ريسبكتفول، نكون احنا تعاملنا تعامل محترم، وبي بوزيتيف، وهذا برضو مش اشي سهل في خلال الضغط والشغل والدراسة، وهاي فصعب الانسان يظل عنده تفكير ايجابي ونظرة متفائلة، ولكن صدقوني يعني من تجربة شخصية، ما عند اللحظة اللي بتوصل فيها ان شاء الله راح تنسى كل الفترات اللي نحكي اللحظات المؤلمة واللحظات الكئيبة، راح تتذكر فقط اللحظات المشرقة اللي مريت فيها. فخليك دائما إنسان إيجابي، والقادم بإذن الله أفضل. وأخيرا الإثكس، ثم الإثكس، ثم الإثكس، لأنه في النهاية هذا الجانب جدا في مشكلة وفي نقص، وفعلا بيعب يعني مش أي حدا بيقدر يلتزم في هاي الإثكس، مش إشي سهل. فنلتزم بهاي الإليمنتس. هيك خلصنا محاضرة البروفيشناليزم، آسفين إذا طولنا عليكم، ونراكم في المحاضرات القادمة. يعطيكم ألف عافية.